زيارة السيد إبراهيم المجاب. السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا وصدقا، ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك، والمتخلف عنك اشهد لي بهذه الشهادة عندك لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. والسلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا سيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته.